أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى الجميل اللي ماسك تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة من ضحايا شر الأطفال، أثر كتير على حياتها، لكنها بقوة إرادتها وعزمتها تتحدى كل صعب وتواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وإصرار على تخطيها بإيمانها بقدرتها الخاصة وبروح التحدي بتواجه كل صعب. تحديات كتير بتواجه صديقتنا الجميلة، لكن بقوة إرادتها بتتغلب عليها. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وقادرين على العطاء مهما اختلفت صعوبات الإعاقة والتحديات اللي بيواجهوها. بقوة إرادتهم دايما بيثبتولنا إن هما قادرين يتغلبوا عليها.